السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، الشيخ ذاكر نايك ظاهرة فريدة جدا في الدعوة إلى الإسلام، شخص ملهم للغاية، عنده إمكانات كبيرة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، علم غزير جدا، تخصص فريد من نوعه، يحفظ عدد كبير جدا من كتب الديانات الأخرى، هذا يعطي قوة كبيرة جدا في المناظرة، وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في أسئلة كتير جدا ومواقف كتير جدا بيوضع فيها، ويعني ترى فيها توفيق رب العالمين تبارك وتعالى في إلهامه الإجابات المفحمة والإجابات السريعة اللي ممكن تكون انت محتاج تفكر، طب يا ترى هيخرج من السؤال ده ازاي، او هيعرف يجاوب السؤال دوت ازاي، فتجد ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه بإجابات محيرة للغاية وملهمة للغاية، احيانا تشعر بحالة من الانبهار وانت بتسمع هذا الرجل الصالح، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره. وطبعا يعني تجد فيه تشم يعني في رائحة الشيخ أحمد ديدات، أسأل الله أن يرحمه وأن ينور قبره وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. السؤال المهم جدا المتعلق بالشيخ ذاكر نايك، ما هو سر نجاح الدعوة التي يقوم عليها الدكتور ذاكر نايك؟ أتجد المسلمين ملتفين حواليه بمختلف أطيافهم ومختلف انتماءاتهم. ما هو سر نجاح الدكتور ذاكر نايك ربنا يحفظه؟ طبعا أهم حاجة وأول حاجة هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ونرجو أن عنده إخلاص مع الله عز وجل، لأن الإخلاص هو باب التوفيق، ده أول حاجة. الأمر الثاني غزارة العلم والتفاني في التعلم والحفظ وإتقان التخصص اللي هو بيعمل عليه. الأمر الثالث وهو يعني من أهم الأسباب الحقيقة، إن الدكتور ذاكر نايك لم يدخل في هذه الانتماءات الحزبية الضيقة، بمعنى إني لو قلت لحضرتك هو الدكتور ذاكر نايك سلفي ولا صوفي، إخواني ولا أشعري، مدخلي ولا داعشي، ولا ما هو انتماء الدكتور ذاكر نايك، لن تستطيع إنك أنت تحدد، لن تستطيع إنك تقول هو سلفي أو هو إخواني أو هو صوفي أو هو أشعري أو هو تبليغي إلى آخره من هذه الانتماءات الضيقة. سلامة الدكتور ذاكر نايك وكثير من الدعاء العالميين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم القبول ويعني فتح بكلامهم قلوب كثيرة وعقول كثيرة ودخل ألوف الناس على أيديهم إلى الإسلام، هتجد أن العامل المشترك بين هؤلاء الدعاء أنهم لا ينتمون لشيء من هذه الجماعات والفرق والأحزاب، ولكنهم جميعا لا يمكن تصنيفهم إلا مسلمين فقط لا غير. يعني لو قلت لك الشيخ يوسف إستس هو سلفي ولا صوفي ولا إخواني تقول لي مسلم بس، طب الشيخ ذاكر نايك مسلم بس، الشيخ أحمد ديدات مسلم بس، وهكذا كل الدعاء العالميين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم قبولا كبيرا وأجرى على أيديهم خيرا كثيرا. من أسباب النفع بدعوة هؤلاء أنهم لم يتورطوا في هذه الانتماءات الحزبية الضيقة. لو نظرت إلى واقع المسلمين الآن ستجد أن الغالب الأعم من مجهود المسلمين ضائع في هذه الخلافات الحزبية الضيقة، تجد كم هائل من الكتب والأبحاث بيطبع في كل سنة من الصوفية للرد على الوهابية، كم هائل من القنوات هتلاقيها على وسائل التواصل على اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وغيره، كم هائل من الصفحات بتهدر فيها أعمار وتنفق عليها أموال علشان يردوا على الوهابية. الناحية التانية السلفيين لهم جيش طويل عريض من القنوات والصفحات علشان يردوا على الصوفية والأشعرية، كذلك الإخوان، كذلك مش عارف مين، وهكذا. وكل بقى طوائف دي كمان بتنقسم على نفسها، تلاقي السلفيين منقسمين على نفسهم، دول دواعش ودول مدخلة ودول سرورية ودول حزب نور ودول مش عارف إيه ودول إيه، إلى آخر هذه المصائب السوداء التي ابتليت بها الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألوف الشباب ما لهمش عمل في الدنيا غير أن هم قاعدين يردوا على بعض ويبحثوا إزاي ينتصروا إلى الفرقة أو المدرسة أو الجماعة اللي هم منتمين إليها، بذلك تهدر أعمار الأمة وتمزق الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الله عز وجل حذرنا من ذلك غاية التحذير،
وأنذرنا من ذلك غاية الإنذار. فقال رب العالمين جل جلاله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. شوف التحذير لأي مدى، شوف التخويف لأي مدى، ومع ذلك مفيش فايدة. قال رب العالمين جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. طبعا ولا تكونوا من المشركين يعني لا تشابهوا المشركين ولا تسيروا على خطى المشركين. وقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأبينا إلا أن نتفرق. قال رب العالمين جل جلاله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأبينا إلا أن نتنازع فرأينا الفشل يلاحقنا في كل مكان. وقال رب العالمين جل جلاله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيش فايدة، سمعنا القرآن وقرأنا القرآن وتجد الشيوخ من كل الطوائف دي في رمضان في التراويح يقعد يقرأ وناس تبكي تبكي، ويعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتلاقي الناس عمالة تبكي. طب ما يا عمي أول الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله العافية. مش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر في البلاغ وما قصر في البيان وما قصر في التحذير عليه الصلاة والسلام، فقال لنا كما في صحيح الإمام مسلم من رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض يعني فارس والروم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل رب العالمين تبارك وتعالى إنه لا يهلك المسلمين بسنة عامة، يعني بالجفاف أو القحط أو المجاعة إلى آخره من هذه الأشياء. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني ما فيش أمة مهما كانت ولا جيش مهما كان يستطيع أن هو يفني المسلمين. ممكن أيوة المسلمين يهزموا في معركة أو حاجة من دي، إنما أن المسلمين يبادوا من على الأرض بقتال أو بحرب هذا لا يمكن أن يقع. قال: وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها. شوف بقى أخطر حاجة، شوف قد إيه. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حتى يكون بعض المسلمين يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض. يسبي بعضهم بعض ده دليل على إيه؟ على انتشار الغلو في التكفير. يكفر المسلمون بعضهم بعضا فيسبي بعضهم من بعض، زي ما شفت انت داعش والنصرة، وزي ما شفت المدخلة والدواعش إلى آخره. يقاتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض. يبقى الكافر الأصلي في أمان منه ولا يأمن منه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، العالية مكان في أعلى المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم في صحيح. يبقى أزمة المسلمين فين؟ أزمة المسلمين بداخلهم. هم السلف رحمة الله عليهم مش كانوا بيردوا على أهل البدع، ولكن انظر جهد السلف في نشر الإسلام كان إزاي.
نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس على أيديهم في دين الله أفواجا. فما يبقاش جهدك الجهيد وعملك الأكبر إن أنت قاعد ترد على الجماعة التانية أو على المدرسة التانية اللي مش عاجباك، وليس لك جهد واحد فقط في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو حتى في رد الشبهات عن الإسلام. يعني يرد الشبهات عن جماعته، شوف يا أخي، يرد الشبهات عن جماعته ولا يرد الشبهات عن الإسلام. كم من الإخوة الأشاعرة والصوفية عاملين كم هائل من الحلقات ومن المنشورات ومن الأبحاث في الرد على الوهابية، ومع ذلك لا تجد لهؤلاء الإخوة ولا مجهود قد كده في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أو حتى في رد شبهات العلمانيين أو الملاحدة أو النصارى أو الشيعة إلى آخره، لا تجد لهم جهد هنا. يعني في قنوات موجودة على اليوتيوب بينزل كل يوم حلقة أو اتنين وخمسة في الرد على الوهابية، الناحية التانية نفس الحكاية، السلفيين نفس الحكاية، في ناس متخصصة في الرد على الأشاعرة والصوفية، وهم بيقطعوا في بعض كمان السلفيين في قلب بعض. يعني كم هائل من الغثاء، كم هائل من التطاحن بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا أخي، لو كل يعني قناة من هذه القنوات فرغت ولو نصف جهدها للرد على العلمانيين، للرد على الملاحدة، للرد على الشيعة، للرد على شبهات النصارى، لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، كل جماعة من الجماعات دي لو فرغت 10 من أبنائها وأرسلتهم للدعوة في أفريقيا، للدعوة في آسيا، للدعوة في أوروبا، وأنفقت عليهم وكفلتهم وقبل ذلك دربتهم التدريب المناسب حتى يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، شوف انت كم الخير اللي ممكن يجري على أيدي هؤلاء. ولكن لا، الكلام ده كله مش في دماغنا، وللأسف الشديد ما ينفق كله أو أكثره ينفق من أجل الأفكار الحزبية الضيقة. تجد ممكن داعية يروح مكان يسافر لبلد علشان مش يدعو للإسلام، يدعو للجماعة بتاعته، يدعو للسلفية، يدعو للمدخلية، يدعو للداعشية، يدعو للأشعرية، يدعو للصوفية، يدعو لمش عارف إيه، وإلى آخره من هذه الأفكار والجماعات. الشيخ ذاكر نايك، الشيخ يوسف إستس، قبلهم الشيخ أحمد ديدات وغيرهم من الدعاة، ما لم يشغلوا أنفسهم بهذه القضايا، ولكن وضعوا نصب أعينهم نصرة الإسلام، عملوا للإسلام، للدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، للدفاع عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، رد الشبهات التي تلقى على الإسلام، مناقشة غير المسلمين، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فأجر الله عز وجل على أيديهم من الخير والبركة الشيء الكثير. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، جزاكم الله خيرا، وأرجو من حضراتكم إذا وجدتم أن الحلقة مفيدة ساعدونا على نشرها، ولا تنسوا عمل إعجاب بالحلقة والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشتركا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.